بيت الصحة بيت الصحة بيت الصحة بيت الصحة بيت الصحة فيه المشورة مع دكتور حسين الشورى يشرح ويشخص ويعالج أمراض الكبد المشهورة بيت الصحة بيت الصحة بيت الصحة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبائي في الله في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة الجديدة من بيت الصحة زي ما عودناكم من فترة طويلة بنفتح دايما موضوعات تهمكم جدا موضوعات بنفتح قلوبنا قبل آذاننا وإحنا بنسمعها لأنها تتحدث عن أغلى ما تملكون عن الصحة وزي ما عودتكم دايما غالبا بجيب معايا حالات شوفيات النهاردة الحقيقة محمد عبد الموجود من الأنطرة شرق من الإسماعيلية الأنطرة شرق هو ضيف النهاردة ولأن والدته بتعز عليه جدا فهو أصر أنها تكون معانا في الحلقة والحقيقة كل المرات اللي جت عندي في العيادة كانت مامته معاه وكأنها هي وهو روحين في جسد واحد علشان كده النهاردة أنا بستضيفها من أول الحلقة شخص محترم جدا الاسم محمد عبد الموجود سالم زي ما قلت لكم اسماعيليه خف من فيروس سي هنرحب بيه في اول الحلقه وبعدين نسمع قصته وقصه والدته قبل ما الحقيقه النص الثاني فيه مفاجاه لمريض عاش اسبوع يمكن تحت اسبوع او اكتر احنا نسمع منه اكتر في التليفون طبعا لكن الحقيقه عاش تحت ضغط عصبي جدا وهو انه احتمال يطلع مريض بسرطان الكبد تخيلوا لا قدر الله لو اي حد اتقال له احتمال كبير في اشعه هتعملها لو طلعت كذا يبقى انت هيبقى انت مصاب بسرطان الكبد ما هي الا شهور وينفذ الامر الالهي ولو طلع مفيش يبقى خلاص العمر مديد لك ودي حاجه هايفه وما كانتش لها قيمه هذه الارجوحه المرجحه اللي بيتمرجح فيها عقله ما بين موت ولا موت ما هياش مرجحة مرتب اخر الشهر هقبض ولا مش هقبض ولا هروح ازور صاحبي الاقيه في البيت ولا مش هلاقيه يا اعيش يا اموت حياة او موت ان شاء الله هنسمع القصة كاملة وهنشوف انتهت ازاي نهاية سعيدة من الابطال نفسهم من الاشخاص نفسهم في التليفون في الجزء الثاني من الحلقة علشان كده ارجوكم اسمعوا الحلقة كاملة علشان تسمعوا النصين النص ده والنص الثاني اللي هيبقى فيه هذه المفاجأة ارحب بيك يا استاذ محمد اهلا بيك يا دكتور حسين وارحب بست الوالده اهلا بيك الحاجه مديحه عبد العليم خضري السيد خضري السيد من الانطره اسماعيليه من الانطره شرق احكي لي بقى انا سايب لك الميكروفون وهتتكلم من الاول خالص عرفت ازاي ان عندك فيروس لفيت ازاي حصل ايه كل ده اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم انا اسمي محمد عبد الموجود سالم من الانطره شرق اسماعيليه انا كنت مريض فيروس سي بس الحمد لله شفاني بفضل ربنا ثم بفضل حضرتك يا دكتور حسين بفضل الله وحده يا اخي اولا انا اكتشفت المرض ده من سنتين تقريبا فكانت البدايه عندما كنت رايح اتبرع بالدم تمام فاكتشفت ان ايه ان انزيمات الكبد عاليه فعملت تحاليل وكده ففوجئت بالفيروس سي تمام فمن تلك اللحظه والساعه بقيت انا يعني سمعت ان الفيروس ده فذهلت ان حاجه خلاص خطيره فاضطريت ان انا اروح عند دكاتره كتير ولفيت وعانيت وكنت يعني مصدوم لغايه ما سمعت حضرتك في قناه الصحه والجمال نعم فاستخرت ربنا اتكلت على الله ان انا قلت لازم اروح للدكتور حسين اتفضل وجيت لحضرتك العياده في فيصل المركز الرئيسي وتابعت معك حوالي سنتين ولغايه والحمد لله ما ربنا كرمنا بالعلاجات الجديده وكتبته لي احمد الله واشكر فضله ان الحمد لله خفيت على ايد حضرتك الحمد لله بعد اول علبه احنا بدانا العلاج مش كده كان اول علبه ده نتيجه ولا تاني علبه لا اول علبه بعد ال 24 حبايه زي ما حضرتك 24 يوم 24 يوم من تمام. العلبه الاولانيه تمام. الحمد لله عملت البي سي ار وكانت النتيجه الحمد لله نيجاتيف والحمد لله انت بشرتني قلت لي استمر على العلاج تمام. وبعد ما خلصت الكورس كامل عملت البي سي ار ولقيت الحمد لله النتيجه برضو نيجاتيف وبشكر ربنا وبشكر حضرتك على المجهود اللي انت بذلته معايا وببشر كل المرضى اللي هم عندهم فيروس سي انهم ما يقاسوش من رحمه ربنا
وطول ما في علاجات جديده وفي دكاتره وفي ربنا في امل على طول في علم وفي ربنا يوسع الدكتور حسين ان هو من الشخصيات المحترمه اللي انا صرفتها من الدكاتره رغم ان انا لفيت على دكاتره كتير قبلك بس نحمد ربنا ان انا يعني جيت لحضرتك وارشدتنا على العلاج السليم وفضل ربنا وفضل حضرتك ان الحمد لله ربنا كتب الشفاء على ايدك الحمد لله فانا بتوجهك من خلال شاشه قناه الصحه والجمال وباسم كل مرضى فيروس سي ان ربنا يكرمك ويزيدك علم وايمان لان حضرتك من الدكاتره النوابغ اللي هم رواد يعني رواد في مجال الكبد والجهاز الهضمي تفضل الله وحده يا اخي شكرا دكتور الله يكرمك انت نورتنا طبعا وتعبتك انا جايبك من الاسماعيليه بس احنا انبسطنا وفرحنا بيك يعني انا سعيد بحضرتك وربنا يعني ما يعني مش قادر اوصف قد ايه مدى فرحتي وسعادتي الحمد لله واحنا فرحانين ربنا كتب الشفاء بفضل ربنا وفضل حضرتك ومش عارف اشكرك الحمد جزيل لله الشكر لله وحده وانا سعيد ان انت اول مره حللنا احنا بنحلل على فكره بعد اول جرعه نلاقي الفيروس راح بنستنى نكمل الست جرعات وبعدها نحلل نلاقي الفيروس راح برضو وده اللي حصل مع الاستاذ محمد عبد الموجود تمام بالظبط كده يا دكتور حسين قول لي بقى ايه الفرحه بقى احكي لي الفرحه في التحليل الاولاني والثاني وانت رايح تعمل التحليل وانت عملته فين الاول في معمل ايه او فين والله عملته اول تحليل عملته في عندنا التامين الصحي في فرع اسماعيليه مستشفى الطلبه فطبعا انا قلت عشان النتيجه بتاعه التامين برضو احيانا ممكن يكون فيه اخطاء شوي فتوجهت لمعمل القناه باسماعيليه معمل عندنا محترم فبرضو قالوا لي النتيجه انه نيجاتيف فانا يعني ذهلت ما بقتش حتى مصدق عملته في معمل ثالث علشان اتاكد وازيد تاني عملته في معمل اسماعيليه التخصصي والحمد لله والفضل لله الشكر ده ان لقيت النتيجه نيجاتيف وقلت لحضرتك انت قلت لي خلاص ده بشره خير وكمل وربنا ان شاء الله بعد الست اشهر هيكون فكل مره بحلل بعد كل جرعه بحمد الله وفضل الله النتيجه بتطلع نيجاتيف لغايه ما خلصت الجرعه السادسه وجيت لحضرتك من اسبوع والحمد لله بشرتيني وقلت لي خلاص كده ومبقتش قادر يعني سجدت لربنا شكر والحمد لله الحمد لله فبشكر حضرتك يا دكتور على المجهود اللي انت بذلته معانا وبطمن كل المرضى ان مع الدكتور حسين ان شاء الله ربنا يكتب الشفاء على ايدي امين يا رب ربنا يخليك انا بفكركم بس ان احمد كمال هو الحاله اللي هنتكلم عنها في النص الثاني من الحلقه هو وحماته اسمها علامه زغلول السيده علامه زغلول من قريه الغنيمه او الغنيميه هنسمع منه الاسم صح دلوقتي من البليانه سوهاج قصه جايه لنا كده عبر الاثير من سوهاج تتعرفون على قصه احمد كمال وحماته علامة زغلول السيدة علامة زغلول من قرية الغنيمة أو الغنيمية يمكن هنتأكد برضو من اسم القرية من البليانة سوهاج وإزاي الراجل عاش أيام طويلة خايف من السرطان منتظر نتيجة التحليل اللي في الآخر الحمد لله أثبت أنه ما عندوش حاجة ودي حكاية هحكي لكم الحدوتة بتاعتها في النص التاني من الحلقة يعني احنا هنتصل بأحمد كمال وبالسيدة علامة زغلول حماته في النص الثاني من الحلقة لكن يعني احتمال كبير نتصل بالباقيين اللي خفوا برضو من الفيروس بعد ما نرحب بالسيدة الفاضلة مديحة عبد الحليم خضري سيد كم سنة يا حاجة؟ 56 ربنا يديك الصحة هي أم الأستاذ محمد عبد الموجود سالم وأنا حكيت لكم في أول الحلقة كانت لا يأتي إلا بها الاثنين داخلين عندي لدرجة أول مرة قلت يا ترى مين العيان فيهم هو محمد عبد الموجود ولا السيدة مديحة عبد العليم خضري سيد وقد ايه هو ده قلب الام يا جماعه يعني مش مع محمد بس لكن دائما ما تتمنى الام ان تسكن جسدها الامراض ولا تشك شوكه واحده حتى جسد ابنها هي دي الام اللي الجنه تحت قدمها ولربما كان لهذا السبب ان الجنه تحت قدمها احكي لي بقى قصه محمد وفرحك اتفضل بصراحه انت قلت الحقيقه صح انا اول ما عرفت جد كنت متضايقه جدا نعم. وراح لكذا دكتور نعم. انا رحت معاه نعم ما كنتش برتاح لا ذكر اسماء بصراحه اول ما دخلت عندك ارتحت لك الحمد لله الفضل لله ليه انت بتريح المريض نفسيا ما اقول لك ايه لو تن اشكر فيك لاخر العمر فضل الله وحده يا ستي والحمد لله لانه عنده طفلين لسه صغيرين بقيت خايفه عليه والله بجد بقيت خايفه عليه حقيقي لغايه ما هو حلل اول تحليل وقال لي فرحت وكل ما يحلل يقول لي افرح لاخر تحليل لما جيت معاه الاسبوع وزغرت وزغرت انا ما بقتش حاسه
ان انا بذكرتها ازاي. فرحت. وهتاني فرحانه لاخر يوم. بس انت كنت انت اللي قلتي له يحلل في ثلاث اماكن. اصل غريب انا اول مره اسمعها منه. انه حلل في التامين الصحي وبعدين معمل القنطره ومعمل تاني في مستشفى تاني. معمل التخصص اسمها عليها التخصص. الثلاثه ما يعرفوش بعض. المعامل الثلاثه ما لهمش علاقه ببعض. حتى الاخير كان في عمل القسطره زميلي وصديق الدكتور كرم معايا في شركه الميه. برضه عملت التحليل الاخير وبرضه طمني والحمد لله ان كل المعامل اجمعت برضه ان هي النتائج نيجاتيف نيجاتيف. شكرت ربنا وحمدت فضل ربنا. وقلت الدكتور كرم والله يعني دكتور قال لي انا لو باين حاجه في البي سي ار لان اقل من الطبيعي مش قادرين الجهاز يحدد. فما فيش. الحمد لله. الحمد لله والشكر لله يا دكتور. مين اول واحد فرحتيه يا حاجه بمحمد؟ العيله كلها والله. رفعت السماعه وكلمت الكل. كلمت حتى جيراني والله عندي. والله الجيران بقول لهم. وفرحانه بيه فعلا. الحمد لله. انا فرحانه بيه فعلا. لان الوقت كان بيخس صح. احنا قلنا بعد ما بعد البركه شهيته هتفتح وياكل كويس. ودي على فكره اغلبيه لدرجه بعضهم جاني يقول لي انا مش عارف امنع نفسي من الاكل. طبعا الصحه الحمد لله بعد الفيروس ما راح بقت افضل بكتير. وبقت الشهيه للاكل احسن. والجسم رد شويه. يعني هي المعلومه اللي بتقولها دي معلومه يعني علميه حقيقيه فعلا. اغلب مرضى فيروس سي بعد ما يخفوا من الفيروس بعد ما يخلصوا الجرعات جميعا تقريبا بعد اسبوعين ولا شهر بالكتير هيبدا فعلا الشهيه ترجع للاكل والمناعه تقوى عن الاول والحاله النفسيه طبعا بتختلف تماما. شايفين محمد عبد المجيد قمر غير مجاني في الاول خالص. الله يخليك. يعني دلوقتي قمر بجد عريس يعني. دي حقيقه دكتور فعلا. الشهيه بعد اول اسبوع من خلاص من انتهاء الجرعه في المواعيد بتاعتها المحدده الست جرعه كانت الشهيه فعلا بتتفتح بعد الاسبوع بعد اخر نهايه الجرعه. دي حقيقه مؤكده زي ما حضرتك اشرتها ويعني دي معلومه صح. طيب مين اول واحد تهديه او تفرحه يعني او تحب تقول له انا خفيت بعد ماما يعني؟ انا من اصدقائك يعني ترفع السماء وتقول له على فكره كان عندي فيروس وخفيت عشان تكلمه. انا اول واحد ابشره كان الشيخ سامح معايا في الشركه. انت في شركه الميه بتاعه الانطره؟ موظف اداري في شركه الميه. طيب ده يعني صديق يعني ليا شخصيا وبعزه يعني اصدقاء كتير ومنهم سيد مبارك وعبد العزيز وكذا اسماء كتير يعني. فناس يعني محترمين كلهم سندوني وساعدوني وبشكر كل واحد سندني وساعدني ووجهني لاي معلومه وقف معايا فبشكره من خلال الشاشه بتاعت قناه الصحه والجمال. تمام. احنا الحقيقه انا احط نفسي مكان محمد يعني احط نفسي مكان محمد واسال نفسي انا سؤال كان محمد بيسالني هذا السؤال لان ده السؤال اللي بيجي من معظم مرضى فيروس سي. طب هو انا بعد ما خفيت اعمل ايه؟ يعني ايه مطلوب مني؟ انا خلاص خفيت من فيروس سي وبقيت مش مريض لدرجه صدقوني يا جماعه انا يمكن عديت ال 2500 عيان اللي انا شفتهم وخفوا من فيروس سي. كنت كل واحد اقول له انتوا شفتوا كتير حلقات كنت بطلع تسجيلات فيديو للناس وهما بيقولوا انا اسمي فلان الفلاني من قريه كذا محافظه كذا من النهارده انا مش مريض فيروس سي من النهارده انا مش مريض عشان يصدق نفسه. مهم جدا يا جماعه ان العيان يصدق نفسه انه خف لان المرض ده عند ناس بقاله 15 سنه وعند ناس بقاله 20 سنه وعند ناس بقاله 12 سنه وهو مريض فيروس سي وهو يعلم ان هذا المرض لا علاج له ساعتها يعني. فالنهارده لما اجي اطلعه كده زي اللي كنت حابسه في شرنقه او في سجن ويطلع لما يطلع من السجن الضوء بيزغلل عينيه فهو كده فعلا طالع مش عارف يعمل ايه لكن زي ما قلنا الكبد هيرجع طبيعي ومفيش مشكله خالص. وبنصحهم كلهم انهم يطعموا ضد فيروس بي ضد فيروس ايه بي مش فيروس سي لانه سي ملوش تطعيم. اللي يخاف من فيروس سي وما خدش تطعيم لفيروس بي ياخد تطعيم ضد فيروس بي. واحنا قلنا اللي ياخد تطعيم ضد فيروس بي اللي سنه فوق ال 21 سنه. طب 21 وتحت دي الدوله مطعماه مش لازم ياخد تطعيم ضد فيروس بي. معايا الاستاذه كوثر. الو. ايوه ماما. حاجه كوثر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استسمحك بس توطي التلفزيون خالص وتسمعيني من التليفون. الحاجه كوثر فوزي عبد الغني من سوهاج. أيوة. اولاد نصير. اتمنى صديقي الجميل المصور الجميل هيطلع لنا تحليلها دلوقتي. وعلى فكره الحاجه كوثر او الاستاذه كوثر انا مش فاكر سنها كام سنه الحقيقه. استاذه كوثر. نعم. انت حضرتك خفيتي من فيروس سي. الف مبروك. واحنا الحقيقه بنطلع التحليل قدام حضراتكم دلوقتي.
قولي لي بقى يعني انبسطتي بعد ما خفيتي من فيروس سي وشعورك كان ايه؟ والله يا دكتور انا فرحانه والبركه في ربنا وفيك طبعا. انا كنتش متوقع ان يبقى عندي فيروس سي اصلا، وربنا كرمني الحمد لله لما رحنا لحضرتك طلع عندي فيروس سي، ومن اول جرعه الفيروس نزل الحمد لله. الف مبروك. وانت خلصتي الجرعات ولا دي كان اول علبه؟ انا مش فاكر الحقيقه. لا دي اول علبه والله يا دكتور. الحمد لله انت خفيتي من اول علبه. معاك ربنا يشفي كل مريض يا رب. امين يا رب، امين يا رب. طيب هو حضرتك من 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 العنوان اللي قلناه اولاد نصير سوهاج، ولا عايزه تضيفي حاجه على العنوان؟ يعني هي اولاد نصير دي في سوهاج نفسها؟ انا من سوهاج. اولاد نصير، اولاد نصير ده في مركز سوهاج نفسه. مركز سوهاج. طبعا انت جيتي لنا في العياده بتاعتنا اللي في ميدان العارف قدام اسم شرطه اول سوهاج، مش كده؟ اسمي اول، ايوه كده. مش جيتيني مركز المانيال اللي اتعالجت من؟ لا انت من سوهاج اصلا يعني. انا من سوهاج. تمام، لانه ساعات يبقى في حالات اصلها من سوهاج وجايه المانيال برضو، وببقى انا زعلان جدا لان انا فاتح لهم عياده في سوهاج، وساعات بعض الناس ما بتبقاش سامعه او مش عارفه، فيجيني من سوهاج المانيال او يجيني من سوهاج فيصل، ببقى زعلان جدا الحقيقه، لانه انا بتعب واروح سوهاج عشان الناس دي ما تتعبش وتجيني القاهره. طيب تتبقى كلمه بس. انا بشكرك جدا طبعا وببارك لك، وبقول لك احنا بنعمل التحليل بعد اول علبه، واديك الحمد لله خفيتي، وهنعمل بعد الجرعه الاخيره بعد العلبه السادسه، وزي ما محمد عبد المعبود باركنا له هنبارك لك ان شاء الله الف سلامه الحاجه كوثر من اولاد نصير سوهاج. اشكرك. طيب قول لي بقى الاكل والشرب بسرعه في عجاله، لان النص الثاني من الحلقه احنا هنعمله على القصه اللي قلناها، بس اتفضل قول لي. تمام. التزمت في الاكل والشرب؟ بالنسبه لحضرتك اديت في اول لقاء عند حضرتك اول كشف ليا، اديت انت جدول للاكل المسموح والاكل الممنوع. تمام. مشيت على كل اللي هو في الجدول، التزمت والتزمت بكل حاجه، ممنوع المسبكات، ممنوع الحوادق، ممنوع كل المياه الغازيه، الاكل بانتظام، ايه الممنوع وايه المسموح. فابتديت التزم به، وفعلا ان الاكل برضو من جزء كبير مع العلاج بيكون يعني الاثنين متكاملين لبعضهم. فحضرتك التزمت زي ما انا ومسكت نفسي وحبيت ان انا امشي على الكورس زي ما حضرتك قلت بحذافيره، والحمد لله كان كل التوجيهات حضرتك ليا وكل النصايح كانت سليمه، والحمد لله ربنا كتب الشفاء علي حضرتك. الحمد لله. انا عايز بقى الام تقول حاجه، لانه دايما دعاء الام اذا كان ليكي اكتر من امنيه لمحمد، فكانت الاولى شفاء، الثانيه تكون ايه؟ انا عايزه استاذنك في حاجه. اتفضلي. انا عايزه اقول ان الفضل برضو لمراته. أيوة. صفاء هاشم. تمام. مراته ام عياله، لان هي اللي كانت ملتزمه باكل وشرب وحاجته صراحه، واحنا بنشكرها يعني. صفاء هاشم من القنطره شرق الاسماعيليه، زوجه الاستاذ محمد عبد المعبود، وراء كل رجل سليم امراه، وراء كل رجل خف من فيروس سي امراه، كانت بتعمل له زي ما احنا بنقول. أيوة. وبتساعده وما تحطش سمنه بلدي في الاكل. لا لا. وكانت كويسه جدا. لا صح. فاحنا من هنا بنوديها. وبعدين عايز اقول كمان، اتفضلي، ان انت بصراحه هدعي لك العمر كله. ربنا يديك الصحه يا ام، طول ما انا عايشه في الدنيا هدعي لك. ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي وربنا يخليك لك يا ربنا. تسلمي لي، لان انت بصراحه ربنا اديت امل لنا. هو على فكره كان من فتره طويله مش من دلوقتي كان بيدبل، بس ما حدش كان عارف ان هو عنده ايه. تمام. طيب احنا معانا كمان الحقيقه رضا جيهان اخوها معانا على التليفون، والسيده رضا جيهان دي حاله من الحالات اللي خفت معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك أخو الأستاذة رضا، إزاي حضرتك؟ أنا أخو الأستاذة جيهان يا دكتور. أخو الأستاذة جيهان، أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ الله يسلمك. أنا بس بحاول أشوف التحليل بتاعها الحقيقة. طيب إحنا بنبارك لك طبعا علشان السيدة جيهان خفت من فيروس سي، وألف ألف مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك. الله يجزاك خير. كل ان شاء الله ربنا جعلك سبب في شفائها الحمد لله. قول لي بقى، هي خلصت العلاج كله ولا احنا في الـ في الـ في الـ في العلبه رقم كام؟ لا هي خلصت العلاج الحمد لله كله. الحمد لله يا اخي. قول لي بقى ايه شعوركم لما هي خفت من الفيروس وبلغوكم انها خفت والله من؟ والله الحمد لله الناس يعني كلها هنا بتيجي تقول لها مبروك، وهي نفسيتها يعني بقت عاليه كده ومرتفعه، والحمد لله خفت يعني. الحمد لله. طيب يعني انا يعني بشكرك على مساهمتك ودخولك معانا على التليفون، والف مبروك للسيده جيهان اللي خفت معانا من فيروس سي، اشكرك جدا. طيب يا حاجة آخر نقطة قبل ما أفصل عشان الجزء الثاني من الحلقة، أنا عايز حضرتك تقولي لي إيه الأمنية التي تتمنيها لمحمد بعد الشفاء؟
اتمنى له كده كل خير وسعاده، ويفرح بولاده وبصحته ولا يجيلوش المرض تاني. امين يا رب. ولا وانت كمان اتمنى لك تعلى كمان وكمان، واتمنى لك الخير والناس كلها تحبك زي ما بتحبك. ربنا يطول عمرك يا امي بهذا الدعاء الجميل وبهذه الكلمات الجميله. يا رب ما حد يشوف مرض ابدا، انا خدتها من بقها ليكم على طول. يا رب ما حد يشوف مرض ابدا ابدا، لان المرض ضعف الحقيقه. المرض حاله يعني الانسان بيكون فيها اضعف ما يمكن، مهما كان جبروته، مهما كان مركزه، مهما كانت قوته، تندثر كل هذه القوة امام كلمة واحدة، وحش يهد كل قوة في اي بني ادم، وهي المرض. المرض والمثلث اللي بنقوله الجهل والفقر والمرض. فيا رب ابدا ما حد يشوف ابدا 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 اي مرض. اعزائي المشاهدين، هنتكلم في النص الثاني عن الحلقة عن قصة احمد اللي حكينا لكم عنه، وهنشوف ازاي ممكن تيجي لحظة على الواحد يتقال له الأشعة دي يا هتطلع ده ورم سرطاني، يعني عمرك في الحياة شهور والأعمار بيد الله طبعا، يا إما يتقال له أنت ما عندكش حاجة، اجري، ما فيش أي حاجة خالص. الفرق بين الاتنين فرق شاسع شتان بين هذا وذاك. هنحكي كمان الحقيقة عن السكر في النص التاني من الحلقة، ونقول هو ليه النوع التاني من السكر اللي بيجي للناس وهي كبيرة بيفرق بين واحد وواحد، ليه بيفرق؟ ايه القصة بتاعت الموضوع ده؟ وايه المشكله؟ يعني هنمسك بايدينا كده المشكله اللي بتخلي مرض السكر يجي للناس اللي في سن كبير. احنا عارفين ساعات يجي للاطفال وراثه من الاول مولود عنده سكر من اول ما اتولد، لكن ساعات يجي للناس في سن الاربعينات، في سن الخمسينات، في سن الثلاثينات، في سن اعلى من كده وهكذا. بتبقى ايه القصه؟ بتبقى ايه المشكله؟ كل ده هنعرفه ولكن بعد الفاصل. اسمحوا لي الاول اشكر ضيفي اليوم في هذه الحلقه. بشكرك يا محمد، بشكرك يا حاجه. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرنا ضيوفنا النهاردة، وأستميحكم في فاصل وبعده نستكمل فقرات هذه الحلقة من بيت الصح. بيت الصحة، بيت الصحة، بيت الصحة، بيت الصحة، بيت الصحة، فيه